حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم توضا كما يتوضا للصلاه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله